ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم باقي فقراتنا. زي ما قلنا لكم كده من بداية الحلقة، معروف انه رمضان هو شهر الرحمة، عشان كده محتاجين ان احنا نتعامل برحمة مع كل اللي حوالينا، وبالتحديد او موضوع فقرتنا النهاردة عن الحيوانات، بس من خلال ان احنا نفهم سلوكياتهم ونفهم اكتر عنهم بشكل علمي مبسط، ونعرف تفاصيل كده ممكن ما نكونش عارفينها من قبل كده، من خلال ضيفنا اللي منورنا النهاردة دكتور محمد دربالة، الباحث في معهد بحوث التناسليات الحيوانية. منورنا يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. دكتور منورنا جدا، وانا مبسوط ان حضرتك معانا، وعشان انت عندك معلومات حلوه قوي، وانا برضو بتمنى ان الناس كلها تعرف الحاجات دي عن الحيوانات، وبالذات الحيوانات القريبه مننا، الحيوانات الاليفه، الكلاب والقطط وما الى ذلك، وكمان الحيوانات زي الخيل، لان ده برضو تخصصك الخيول. فعايزين كده نبدا ببدايات السلوك عند الحيوان، هل بتختلف من فصيله للتانيه؟ هل مثلا سلوك الحيوان بيختلف ما بين حيوان وفصيله تانيه من حيوان تاني، مثلا الكلب زي القطط زي الحاجات دي كلها، ولا بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. كلمة أمة يعني جماعة، جماعة يعني مجموعة من الأفراد، جماعة يعني في تواصل ما بينهم، تواصل ما بين أفراد الجماعة دي، وتواصل ما بين أفراد الجماعة وجماعات أخرى. إذن هنا في لغة التعامل ما بين أفراد الفصيلة الواحدة من الحيوانات، ولغة التعامل ما بين أفراد الفصائل المختلفة. اللغة في الحيوانات شوية مختلفة عن الإنسان، يعني احنا عندنا في الحيوانات لغة الرائحة بتيجي رقم واحد، بعد كده لغة النظر، بعد كده لغة الصوت اللي هي بتبقى رقم واحد عند الإنسان، اللي هي اللغات. إنما عندنا الرائحة رقم واحد، اللي هي بيبقى من خلالها تتعامل الحيوانات مع أقرانها، هل الأم مع أولادها أو الأم مع وليفها أو الذكر بتاعها، دي بتيجي رقم واحد من الريحة. من الريحة رقم واحد. زي بس الريحة عندهم بنسميها الفيرمونز أو الفيرمونات مش الهرمونات. زي ما بنلاقي مثلا لو بنشوف في الطبيعة، بنشوف بعض الكلاب وانت ماشي كده، يروح الكلب واقف وعامل شوية بول على حائط أو على مكان عالي شوية، وبعد كده يمشي يعمل تاني. فالحيوانات بتميل لحاجة اسمها التريتري أو منطقة النفوذ بتاعته. بيعلم المنطقة دي إن مفيش حد تاني يجي من بره، أو كلب يكون جاي يبتدي يعمل يشم المكان ده، يعرف إن فيه كلب موجود في المنطقة دي، ودي منطقته ومحدش يقدر يتدخل فيها أو يجي حتى. أنا بابا المجال في المكان ده. يعني حتى إحنا بنشوف القطط كمان، القطط المنزلية، إن هي بيبقى عندهم الغدد دي موجودة في الجسم بتطلع الفيرمونز دي. في القطط بتبقى موجودة في الفورهيد بتاعتهم وجنب خلف الأذن، فتلاقي القطط دايما بتعمل رابنج أو تعمل يعني زي مساج مسح كده للأماكن، ممكن لرجليك وانت قاعد، لقط تاني، بيحدد برضو المكان اللي هو فيه بتاعته، يعني المنطقة بتاعته كده. بس كده هي بتتعرف على برضه اللي حواليها، ولا بتسيب بصمتها؟ يعني انا النهارده الكلب بيشمني عشان يتعرف عليا، ولا هو بيسيب معايا حاجه، بيسيب حاجه من لا، هو بيسيب علامه اللي هو يعرف، وعلامه لو في كلب تاني او قط تاني يجي يبقى عارف ان المكان ده بيخصه، يعني المكان ده بيخصه. موسم التزاوج بتطلع برضه الفورمونز دي عشان تجذب الذكور، التعامل ما بينهم كده. يعني هو ربنا سبحانه وتعالى عمل موضوع التزاوج في الحيوانات لوظيفة، مش يعني حب وبعدين جواز وبعدين خلفة، لا، هو ربنا بيخلف الحيوانات التزاوج يبقى في مرحلة معينة أو فترة معينة فقط علشان يحصل إنجاب. فبيبقى في فترة معينة ممكن تكون كل 21 يوم، كل شهر، كل موسم، بتقبل الأنثى الذكر. في نفس الوقت الذكر من خلال اللغة دي بيعرف الأنثى دي هل هي جاهزة للجواز ولا لأ. يعني الفيل مثلا، الفيل لو الأنثى في مرحلة إن هي داخلة على جواز بيتتبعها، ولم لحد ما تعمل عملية تبول، يفيد هو بالزلومة بتاعته ياخد جزء منه ويشمه ويخليه عند حاجة الهارد بلد بتاعه أو جزء في الفم. الجزء ده موجود فيه تركيب خاص بالحيوانات اسمه الفيمرو نيزل أورجان، ده عضو موجود في أنف أغلب الحيوانات، ولكن بيكون متطور جدا في الكلاب. ده بيقدر يحتفظ بالرائحة لمدة طويلة جدا، ف
وعنده قوة شم قوية. يعني احنا عندنا في الكلاب الانسان مثلا في الانف عنده حوالي 5 مليون خلية علشان يقدر يستوعب الروائح. اما في الكلاب مثلا 50 ضعف الانسان فبيقدر يحتفظ ويقدر يشم رائحة بقوة. فهو هتلاقي الفيل يعرف ان هي الانثى دي في مرحلة قبول للزواج ويبتدي تتحرر عنده مادة تحت تأثير المخ وتسرى في الدم عنده تقوم تحفز عنده السلوك الجنسي وتتم عملية التزاوج. طيب دكتور حابة أسألك عن حاجة، يمكن أغلب الناس أو إحنا بنكون فاكرين إنه الحيوانات هي مش بتفهم ولكن بتحس، هل ده صح ولا غلط؟ هل الحيوانات بتفهم يعني ولا لأ؟ هو هنقول الحيوانات طبعا بتحس طبعا وبتفهم بالتعلم وتختلف درجة التعلم من كل نوع حيوان لآخر، لأن الحيوانات كلها عقليتها مش واحدة. يعني الكلاب غير القطط غير الخيل غير الرئيسيات زي الشمبانزي القرود. فلا في الغريزة رقم واحد هي اللي بتتحكم، غريزة الأمومة مثلا عندنا بتبقى هي المتحكمة رقم واحد. بعد كده يجي جزء التعلم، عندنا في حيوانات بتعلم أولادها، بمعنى لو انا مثلا موجود عندي اغلب الحيوانات طبعا بيبقى ليها في البيئه البريه يعني بيكون لهم اعداء للهجوم عليهم الافتراس. فكل قطيع موجود بيبقى غالبا عندهم قائد المجموعه دي فبيبتدي ممكن يصدر اصوات معينه لو حس بوجود حد هيهجم عليهم. مع الوقت كل المجموعه الكبار فيها بيبقوا عارفين، الصغار مع الوقت بيتعلموا اللغه دي بيكتسبوا الخبره بيبقى في اصوات ما بينهم معينه بيبتدوا يعرفوها فهو بيحس طبعا وفي درجه فهم معينه بتبقى موجوده ما بين الحيوانات وبعضها. طيب دكتور لو هنتكلم على الامومه في الحيوانات بنلاقي يعني طول عمرنا بنشوف فيديوز وصور الحيوانات بالذات في القرود بنلاقي كده عاطفه الامومه كبيره جدا، فهل برضو بتختلف الامومه في الحيوانات عن الانسان؟ مثلا في الخيل مثلا في الكلاب والقطط يقول لك في مثلا صفات في القطه مثلا ممكن لو خافت على عيالها تاكلها، هل ده حقيقي ولا بتبقى عامله ازاي؟ هو عايزين نقول عاطفه الامومه زي ما قلنا هي غريزه في الحيوانات، يعني ممكن الناس تستغرب لو قلت الغريزه دي في الحيوانات اقوى من الانسان. بجد؟ طبعا، لان امبارح يعني كنت بتكلم مع زمايلنا دكاتره النساء ودكاتره الاطفال فقلنا لو مجموعة من السيدات وضعوا وبعدين خدنا أولادهم ولخبطناهم في بعض وحبينا أن هم يتعرفوا على أولادهم تاني مش هيعرفوا أولادهم أصلا. أنا ما عندي مجموعة من الحيوانات ولخبطنا أولادهم في بعض كل واحدة هتعرف ابنها فين. ده إيه السبب فيه؟ زي ما قلنا لغة الرائحة اللي ما بينهم والبصمة اللي ربنا حطها لهم. لأن مفيش حد هيساعدهم في حاجة، فهو في بصمة بتبقى بصمة الرائحة تبتدي الأم تتعرف على مولودها مع إنهم كلهم شبه بعض. الحيوانات شبه بعض جدا يعني. فبتبتدي تعرف ولادها من خلال بصمة الرائحة ديت وبتبقى ملازمة معاها والأم طبعا البوند دي بتتكون أو العلاقة دي بتتكون مع الولادة على طول. ولو حصل إن إحنا يعني ما تمتش عملية التعرف القوية واديناها فرصة ما بين الأم والمولود ممكن بقى الأم يعني ترفض ابنها انها ترضعه او تاكله زي ما بتقول. ده بيحصل في الخيل، في اغلب الخيل بيحصل دايما فكرة ان الفرسة مش عايزة ترضع ابنها، ده ليه اسباب؟ ممكن يكون هي اصلا ما نزلهاش لبن خالص او يكون عندها لبن للمولود ولكن ترفضه لان هي ما حستش بالامومة. حصل مشكلة في عملية الوضع أو عملية الولادة ديت لها سيكونس أو تتابعات معينة، لو حصل قطع في حاجة فيهم أو انتربشن ليها مش هتقدر تتعرف على المولود. يعني عملية الولادة بتتم بمراحل معينة. الخيل دايما بتولد بالليل، يعني دايما بتولد من الساعة مثلا 11 للساعة 2 أو من 9 ل 11 مساء أو من 2 ل 6 صباحا، دول الوقت اللي هما دايما الخيل بتولد فيهم. محدش قادر يعرف إيه الأسباب، هل هي الخيل بتتكسف فعلا ولا لا؟ بس احنا دايما بنسيب لهم البيئه تكون مظلمه تماما علشان الفرس بتاخد وضع الولاده وتنام على الارض وتبتدي عمليه الستريننج او الحزق تحصل لحد ما المولود ما ينزل. بعد كده المولود بينزل هي الام بتحس بالطلق، بتحس بالولاده،
بتشوف المولود وهو نازل منها. وده بيحصل يا دكتور من غير المساعدات من البشر، يعني هي عادي انها ممكن تكون لوحدها بتولد طبيعي؟ يعني بتولد طبيعي بنسبه عاليه جدا، هي بتولد طبيعي الا بالمساعدات القليله، يعني لو فولاده طبيعيه، لو مش طبيعيه ممكن يحصل عسر ولاده، ممكن نتدخل ونعمل قيصريه زي البني ادمين عادي خالص. اوكي. بس المولود ينزل لازم بيبقى تبقى الاتصال ما بينه وما بين الام لمده 5 دقائق، اللي هو الحبل السري، بينقل حوالي 1/3 الدم بتاع المولود من الام للمولود. يعني المولود بيتولد في 1/3 كميه الدم بتاعته اللي هيعيش بيها، 1/3 الكميه بيجوا عن طريق الحبل السري من الام للمولود. ده شكرا يا دكتور ان حضرتك قلت المعلومه دي، عشان احنا للاسف دكاتره النساء عندنا احنا بيتعاملوا معانا كبشر اول ما البيبي بينزل بيقصوا الحبل السوري مع انه بيكون لسه في المشيمه. هو احنا بيختلف عندنا الوضع شويه، يعني وكل حيوان حتى مختلف عن التاني. في نوع المشيمه في الانسان شويه سهل انه ينزف جدا، سهل وقريب من الخيل. ده الجنين كانه عايم في دم الام، فهو علشان يعمل كنترول او يحافظ على انه ما يحصلش نزيف. انما احنا في الخيل لانه ما فيش حد هيولد، ما فيش زي الانسان يعني، فهو في الطبيعه فبيحصل لازم يتنقل، بالاضافه الى انه بيجي بقى الاجسام المناعيه بتنزل مع السرسوب وكده. لازم الام لو ما تعرفتش على المولود كويس وحست بالحاجه ديت وقامت وشمت ريحه المشيمه بتاعتها وتشم المولود تعرف ان ده نازل منها هي. انما لو فجاه احنا مثلا عملنا قيصريه والمولود اتولد وهي ما عرفناهاش على ابنها وما خليناش تشم ريحه المشيمه، هترفضه، هتحس ان هو غريب عنها. اوكي. فالام اللي ولدت، يعني الام اللي بتكون وضعت، احنا عندنا بنعمل في الخيل نقل اجنه، يعني ممكن ناخد جنين من فرس في اليوم الثامن ننقله في فرس ثانيه، ام ثانيه خالص مش امه، وتحمل فيه وتولده وترضعه، تخاف عليه جدا، هي ولدته، هي مش الصفات الوراثيه بتاعتها زي ما يكون حضانه، يعني هي حضانة فرصه بتبقى عشب ناخد منها الجنين بتاعها نحطه في فرصه ثانيه خالص وهي يكون حضانه، والحضانه دي بتولده وترضعه وتخاف عليه جدا وهي اصلا لا يحمل اي صفه وراثيه منها على الاطلاق. الامومه دي غريزه قويه زي ما قلنا في الحيوانات، وربنا علم بالغريزه حاجات كتيره في حياه الحيوان. يعني احنا لو مثلا بنولد حاله وحاله فيها صعوبه ولاده وانا عايز اعرف الجنين ده صاحي ولا ميت، لان انا بيبتدي قرار بيعتمد على هل هو ميت ولا صاحي. لو ميت انا ممكن الجا ان انا انزل الجنين ده مع عمليه تقطيع، ان انا اقطعه. لو لسه صاحي بعمل قيصريه وانزله واحمي الاثنين. فلما بنشوف ريفلكس عنده للرضاعه، لو حطيت صباعي في بقه يبتدي يرضع، هو لسه ما نزلش للحياه اصلا. ففي شيء غريز ربنا زرعه في الحيوان بالفترة. وشيء بيجي بالفطره وشيء بالتعلم. اوكي. طيب عايز اساليك والله امشي طيب؟ لا خلاص. طيب ده اصل خطيب محب طبعا الحيوانات فتبقى الحماسه واخداه قوي. طيب دكتور في حاجه برضه حابه ان انا اسالك عنها، يمكن اغلب الحيوانات لما بنقرب منهم شويه بنحس ان هم خايفين او ممكن يبعدوا او ممكن ياخدوا رد فعل دفاع عن نفسهم، هل ده بيكون نتيجه انه تجربه سيئه مثلا مرت بيهم او كده، ولا دي غريزه طبيعيه فيهم ان هم البقاء للاقوى فانا اللي جاي ده جاي هاجمني؟ لا، هو زي ما قلنا بتعتمد، هل طبعا الحيوانات مختلفه، هل هو ده حيوان مفترس هروح اقرب منه وانا لا، يعني لو كلب قطه خيل قد يكون ده بيتعرض للاذى باستمرار وبيتضرب كتير ومتعامل معامله وحشه، فهو متوقع كل اللي جاي ده هيأذيه، فهو التاني بيدافع عن نفسه لان هم الحيوانات عندها وسائل دفاع كتيره جدا. يعني لو اتكلمنا فيها هناخد حلقات ازاي بيدافع عن نفسه وازاي بيهاجم وكده، فهو بيتوقع كده. انما لو هو متعود او متعلم ان هو اللي بيجيله ده بيطبطب عليه بياكله بتاع، لا بالعكس ده بيفرح بيه ويهز ديله ويقرب منه وكده يعني. يعني هو مش هيهاجم او مش هيدافع عن نفسه الا لو كان تعرض لحاجه، تعرض لاذى كتير ومتكرر. طيب دكتور لو عايزين نيجي بنشوف فكره الذكاء في الحيوان او سلوك حيوان معين بنلاقيه ان هو اقرب للبني ادمين، زي مثلا الشمبانزي والقرود بنلاقيهم ان هم عندهم برضو نفس الحركات بتاعه البني ادمين، نفس الاتيتيود، وفي منهم بيتعلموا ارقام وبيتعلموا ان هم يتكلموا بالاشارات. ده بيرجع لايه من حيوان للتاني؟ يعني ليه القرد ممكن الاقيه ذكي جدا ومثلا اي حصان تاني ممكن الاقيه اقل ذكاء، او مش اي حصان، اي حيوان تاني ممكن الاقيه اقل ذكاء والكلام ده كله؟ هو زي ما قلنا الحيوانات هم طبعا قسموها في المملكه الحيوانيه بكل مجموعه معينه مشتركه في صفات معينه بيجمعوها في فصيله وعائله ورتبه وهكذا. انما كل ما بنقرب شويه من الحيوانات اللي تشبه الانسان في التركيب بتاعه زي القرد والشمبانزي
والغوريلا وكده هم قريبين من الانسان شويه في التركيب حتى في حجم المخ يعني اقرب الانسان في حجم المخ هتلاقي القرد والشمبانزي كده فبيبقى عنده شويه من التفكير وممكن وسيله للتعلم وبتلاقي ممكن يضحك كمان لو بيبتدي العلاقات ما بين حتى الحيوانات وبعضها بتقرب يعني عندنا سلوك العاطفه ما بين الحيوانات وبعضها او ما بين الذكر والانثى ممكن نلاقيها في القرود مثلا تلاقي شمبانزي لو في انثى تعرضت لمثلا حيوان هاجمها ولا حاجه بتلاقي في تعانق ما بينهم زي الانسان يعني كنت جايب صور للكنترول يعرضوها زي ان هو الشمبانزي بيحتضن الانثى علشان الخطر اللي هي تعرضت ليه فكره الحضن ده يعني اكتسبوه ازاي قلنا التعلم في تعلم بيتعلموه من الاجيال بتاعتهم بيشوفوا بيتعلموا في ده يعني التعلم وهكذا لا اتفضل كمل لو في تكمله ما هو كنا بنتكلم على موضوع اللي هو زي ما قلنا حضرتك دي كانت لغه التعانق ما بينهم ما بين القطط قلنا من زي المساج والكلام ده بتبقى ده لغه التعامل في عندنا في انواع من غزال معينه عندها غده بتطلع نوع من انواع المسك الطبيعي اوكي ده غده موجوده او اسفل الديل الغده دي بتطلع مسك المسك ده غالي جدا ولذلك الغزال ده بيجي يعمل بيحدد الاماكن بتاعته اللي فيها الاناث بتاعته بس للاسف طبعا اللي هم بيهتموا بالحاجات دي بيصطادوا الغزال ده وياخدوه علشان المسك اللي موجود فيه ده وطبعا بيهددوا بالانقراض يعني طيب دكتور يعني بما اننا كنا بنتكلم في اول فقره عن الرحمه وان انا يعني الحيوان ده عامله بشيء من الانسانيه شويه ازاي ان انا ممكن اقرب من حيوان واحس ان هو خايف من غير ما ياذيني او يحس او يفتكر ان انا جايه اذيه ازاي لو عايزه مثلا احط له اكل كلب في الشارع او قطه او كده من غير ما يهاجمني عايزه احط له اكل عايزه العب معاه عايزه اطبطب عليه ما هو برضو في حاجة يعني أقرب منه وطبطب عليه هو الوقت أنت مش هتقدري تتفادي رد الفعل بتاعه لأن هو ممكن يكون اتأذى كتير أو قد يكون هو مصاب يعني الحيوانات اللي برضو بتاعت الشوارع دي في مشكلة كبيرة فيها إنها ممكن تكون مصابة لأنها ما بتطعمش ولا حاجة وأخطر مرض هو السعار طبعا ويمثل خطر كبير جدا على الإنسان المرض لو ونس الأعراض بتاعته ظهرت ملوش علاج يعني فانا لازم اتفادى الاول انا هطبطب عليه هل هو ده رد فعله ايه ممكن يعضني او ياذيني او كده انا احاول اكون بينه وبينه حاجز ان انا اديله اكل من غير ما يبقى في اتصال مباشر ما بينه وبينه لحد ما يقدر يتعود عليا وكل مره احط له الاكل في نفس المكان هو يتعود عارف ان انا دلوقتي زي ما قلنا التعلم والتعود ان انا احط له الاكل في المكان ده وانا مش هاذيه مره في الثانيه هيتعود طب معلش يا دكتور سؤال بره الموضوع شويه بس ازاي انا بقى وانا خايفه اهرب من الكلب يعني بيبقى يكون مثلا في جروب كده كلاب في الشارع وانا داخله فيطلعوا بيجروا او بيهوهوا او كده انا مثلا اقف مكاني زي ما كانوا بيقولوا لنا ولا اطلع اجري فهم يجروا لا هم حضرتك لو جريت هيجروا وراكي طبعا انا لو جريت هيجروا وراكي هو لازم هو انا هم بيشموني صح؟ بيقال انه الانسان لما بيخاف بيطلع هرمون الادرينالين فيقال ان الكلاب بتشم الهرمون ده لان عندها حاسة الشم طب مش المفروض هم يبقى عندهم رحمه بينا ان احنا خايفين فما ياذوناش ما هو هو بيتعامل مع فريسه وعدو يعني اوكي فانا بالنسبه له دلوقتي فريسه اللغه بالظبط اللغه بتاعته او هل ده عدو او بيشوف الوسائل الدفاعيه بتاعته ايوه اعمل ايه بقى ما هو حضرتك زي ما قلنا كده انت بتتعاملي معاه بحاجز لا انا بتكلم في حاله انه في حبه بيجروا ورايا او يعني انا معديه وحاسه ان هم هيجروا ورايا اعمل ايه اثبت تكوني ثابته طبعا ويكون معاكي حاجه دفاعيه عن نفسك يحسوا بآله معينه في ايدك او حاجه ان هم يخافوا منك الشبشب ساعتها بالجزمه ولا فكرتوني في مره كنت راجعه بالليل يا دكتور وكان جايبه بقى بيتزا اتعشى بيها وطلع بعد لقيت الكلب جاي بيجري ورايا فوقفت فهو عمال يبص لي ويقرب وبيزوم على البتاع اللي في ايديا فقمت والله سايبانه يا دكتور اطلع هو طبعا الحيوانات عالم يعني عالم لو الانسان اخترق وشافه يعني هيتعجب من خلق ربنا فيه سبحانه وتعالى يعني من عاطفه الامومه عاطفه الحمل والولاده يعني كل دي حاجات لما تتعمق فيها يعني بتبقى حاجه عايزين يا دكتور زي ما اتكلمنا على الامومه طبعا ولسه بنتكلم فيها نتكلم على فكره الحمل والولاده بتختلف من حيوان للتاني مده الحمل قد ايه مثلا
تختلف طبعا من فصيله لاخرى. زي ما قلنا قسموا المملكه الحيوانيه الى مجموعات متكامله مع بعضها. يعني مثلا هلاقوا القط والاسد. ده قطه ودي اسد. بس هما من عيله واحده. هتلاقي مده الحمل هنا 63 65 يوم، وفي نفس الكلام 63 65 يوم. حلو الحمل اللي شهرين ده. عندنا الكلاب برضو 65 يوم. عندنا الفيل سنتين. تخيلي بقى وحش. تخيلي سنتين الفيله تفضل حامل يعني. سنتين. طب هم يا دكتور عندهم الاعراض برضو بتاعه الحمل زي الستات اللي هو يبقوا تعبانين، ما لهمش نفس ياكلوا، عندهم غثيان، قيء، الحاجات دي ولا مختلفه؟ لا هي بتختلف طبعا. ما فيش في الانسان عشان في هرمونات بتطلع بتغير شويه في المود وتاثر على حاجات معينه. لا في الحيوانات ما بيحصلش، بس ولكن بيبتدي يظهر علامات معينه عليهم. يعني يبتدي جسمها يتحسن شويه لان في هرمونز بتطلع بتبتدي تغير في السلوك. وبالمناسبه عندنا الحيوانات الذكر اجمل من الانثى دايما. يا سلام. يعني عندنا تلاقي مثلا احنا ما بنقولش الكلام ده يا دكتور على احنا كل انثى يا دكتور احنا كل انثى على كوكب الارض سواء حيوان جماد اي حاجه هو حلوه. اي عندنا الديك اجمل من الفخ. ايوه. الطاووس اجمل من الطاووس. احسنت يا دكتور. الحصان اجمل من الفرس. هو عشان بيقال برضه ان بعض الهرمونز الانثويه هي اللي موجوده اللي بتخليه جميل. أوكي. يقال ذلك. أوكي. يعني اوكي ايوه كده. يعني ده من الهرمونات الانثويه مش من الهرمونات مش الذكوريه. يعني طفتني طفتني يا دكتور وكنت ناوي امسك الموضوع ده في البرنامج بقى عشان عند الذكر اجمل من الست. ده عندنا الجمال بتقعد 13 شهر. الـ الـ الخيل طبعا 11 شهر. الابقار برضو 9 شهور. بس يا دكتور عايز اسالك سؤال. هل الحيوانات كلها بتتزاوج بس في الموسم بتاع التزاوج لمجرد ان الهدف بس ان هو يبقى بيتزاوج عشان هو شم مثلا ريحه الانثى انها مستعده وخلاص، ولا برضو ممكن ده يكون في حيوانات تانية ممكن لا هو شغف ان هو بيحببها مثلا او حاجه؟ دي ما بتحصلش غير كائنين فقط على وجه الارض. مين بقى اللي بيحبوا دول؟ الانسان والدولفين فقط. يا عيني الدولفين طلع زينا حبيبه. يعني وانس ان الفيميل حامل خلاص الذكر لا يقترب منها وهي ترفضه تماما. ترفضه تماما. لا انا مش منها. ما يقربش من حد تاني. لا احنا يعني ان هم يعني في علاقات قويه ما بينهم. لا ان هو يعني الذكر الدولفين ومراته حامل ما يروحش يتجوز واحده تانية، ولا ده بيتجوزوا عادي؟ لا عادي بيتجوزوا عادي. امال بتقول بيحبوا ليه يا دكتور؟ هو ان هو يقبل على التزاوج مع انثى حامل. انما ان هو خلاص حصل حمل المفروض ما فيش تزوج يحصل. اوكي. في الحيوانات كلها الا في الدولفين ممكن يحصل حمل ويحصل تزوج برضه. اوكي. هو حاببها يعني هو حابب مراته زياده فالحب. انما عندنا في الحيوانات كلها ليه موسم معين او ليه وقت معين وبيختلف طبعا من حيوان لحيوان. يعني في انثى تقبل الذكر 18 ساعه فقط مثلا. في انثى تقعد بالايام من 5 لـ7 ايام زي الخيل. أيوة. القطة تقعد لها حوالي 8 ايام، الكلاب تقعد حوالي 9 ايام تبقى تقبل الذكر عادي. وبالمناسبة القطط ما عندهاش يعني ايه يعني المحبوب الاوحد، يعني القطة تتجوز كذا قط في المرة الواحدة وبالتالي برضه وتخلف في القطة اكتر يعني. وتخلف كذا واحد من كذا قط يعني تلاقي واحد عشان كده نلاقي واحد رمادي وواحد اورنج واخد بالك. بس الموضوع بتاع الجواز بتاع القطط شوية فيه نوع من الرومانسية شوية بس ممكن اتكلم عليها في حلقة يعني منفصلة لوحدها. بص يا دكتور احنا مهما قعدنا نتكلم عن الحيوانات ومع حضرتك والله انبسطت قوي. ايوه حاجات ممتعة. ده لسه ده الراجل ده كنز يا جماعة. احنا بس نطلع منه حاجه كتير. حضرتك شرفتنا ونورتنا. ميرسي يا دكتور. يا رب دايما كده معانا وكل سنه وحضرتك طيب. هتفطر ايه النهارده؟ والله كله خير كله خير الخطيب. ما بنسالش احنا بناكل ناكله بس. شكرا يا دكتور. ميرسي عليك يا دكتور. ميرسي ليك يا نور. العفو. اشوفك ان شاء الله في الحلقه الجايه اللي هنبقى فيها سوا. ان شاء الله. ان شاء الله. هجي لك بقى بالعبايه انا برضه. يا ريت. عايز اجيب عبايه. محتاجين تغيير وطاقيه. بتاعت بكار دي دماغي مش هيخش فيها. ماشي يلا. وصلنا لنهايه حلقتنا. ان شاء الله نشوفكم على خير في الحلقه الجايه بكره باذن الله.